مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. لقاء جديد في من القاهرة، أهلا وسهلا. كالعادة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام، بعدها الحوارات. حوارات اليوم لحديث يعلو على الأزمة الأوكرانية الروسية سياسيا واقتصاديا وأيضا عسكريا في حوارات الليلة. أما الأخبار بدايتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم طلبة الكلية الحربية بأن يتحلوا بالمثابرة والتحمل والإصرار والاستفادة من كل دقيقة مع الحفاظ على القيم النبيلة والشريفة والالتزام بالعمل الدقيق. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس بجر اليوم بمقر الكلية الحربية. حرصكم على المثابرة والتحمل والإصرار. شوفوا اليوم بيبدأ زي ما بيبدأ عندكم وهينتهي اخر النهار او بالليل، يعني اوعى اوعى يفوت عليك دقيقه من غير ما تستفيد بيها لجسمك ولعقلك. وخلي بالكم من نفسكم واحترموا جدا بعضكم البعض، وخلوا القيم النبيله والشريفه، الصدق والاخلاص والامانه والشرف والالتزام والعمل والعمل المتقن واحترام بعضنا البعض. بالمناسبة عمر ما كانت أبدا العسكرية غير ما كانت احترام من الكبير للصغير أو من الرتبة الأعلى للرتبة الأقل والعكس، مش فقط من الرتبة الأقل للرتبة الأكبر. كما أكد الرئيس السيسي لطلبة الكلية الحربية أنه أمام رجال يتحملون مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على الدولة المصرية. اسمحوا لي أقول لكم أن أنا قدام رجال، مش عايز أقول شباب لأن أنتوا شباب بالفعل، لكن شباب رجال بقيتوا بتتحملوا مسؤولية أكبر وبقيتوا بتعرفوا اكتر، وحصل تطور حتى لو كان في 7-8 اسابيع. اعتقد ان انتم لمستوا بانفسكم يعني، فبهنيكم واتمنى لكم التوفيق. وخليني اقول لكل الطلبه او لكل الشباب اللي قدامي، انتوا الامل وانتوا المستقبل وانتم اللي هتتحملوا مسؤوليه الحفاظ على الدولة المصرية. وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تلمس معاناة المواطن البسيط، ولكن مصر تتأثر بما يدور في العالم من أحداث تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والأمر الذي تعمل الدولة على تخفيف أثاره على المواطنين. هو تفتكروا أننا أو إحنا يعني بعاد عن أحوال الناس وعن الصعوبات اللي بتقابلها؟ أنا بتكلم على المواطن العادي والبسيط اللي موجود في الشارع. لا طبعا، بس احنا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله 100 مليون دلوقتي عشان يبقى كل المطالب بتاعتهم واحتياجاتهم في ظل الظروف اللي بتمر بالعالم. الحقيقة صعبة لأن حصل خلال فترة الكورونا توقف كبير قوي. احنا صحيح في مصر الحمد لله رب العالمين حرصنا على ان احنا نبقى متوازنين ما بين الاجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس وعملية التطعيم اللي بنعملها، كل ده كان كويس. لكن احنا ايضا ما لم تتوقف التنمية عندنا، لكن الدنيا كلها ما عملتش كده، الدنيا كلها تقريبا توقفت. ولما توقفت والأحداث التانية طبعا أنتم متابعين أكيد اللي بيحصل في الدنيا كلها ليها تأثير كبير قوي، ليها تأثير كبير على، لأن احنا مش في معزل أبدا عما يحدث حولنا. أنا مش بتكلم على المنطقة بس، أنا بتكلم على المنطقة وعلى العالم. فيمكن تكون في زيادة في تكلفة السلع في العالم كله، وده أمر احنا بيبقى ليه تأثير علينا. بنحاول ما أمكن إن احنا نقلل
أو نحافظ على يعني حجم معين من التكلفة، لكن أنا مقدر إن هي برضه ما زالت عبء وحمل على الناس. هذا وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية، تابع خلالها برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا، وشارك سيادات الطلبة في الأنشطة الصباحية. وفي إطار حرص سياداتي على التواصل المباشر معهم، دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة، فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري. وجه سيادته طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة. كما وجه سيادته التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا هاتفيا السيد اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيد اللواء تحياتي، أهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ فوزي، اهلا بحضرتك واهلا بزملاء العمل في الاستوديو واهلا بالساده المشاهدين يا فندم. اشكرك سياده اللواء. رسائل مهمه حملها السيد رئيس الجمهوريه في مشاركته لطلاب الكليات العسكريه فجر اليوم، يعني ابرز ما ترصده واهميه هذا اللقاء وانعكاساته على الطلبه. طيب الناس عشان يبقوا فاهمين العلاقه اللي بين الرئيس واداره الكليات العسكريه، هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. القائد الاعلى للقوات المسلحه المسؤول عن هذه القوات، ثم هو اللي بيمثل النبض السياسي ومشاكل مصر الداخليه والخارجيه. كل اللي قدامه دول بيمثلوا جزء من القوات المسلحه وهم اذرع شعب مصر. القوات المسلحه دايما بتقول هي اذرع شعب مصر، تنفذ اوامر المصريين من خلال محددين رئيسيين بدون او باقل خسائر. ان دي المسؤوليه اللي شالوها امام رب العالمين. التواصل بين المستويات المختلفه في الدوله زي السيد الوزير، السيد رئيس الاركان، ثم السيد القائد الاعلى مع الضباط ومشروع كلهم مشروع ضباط كلها العسكريه مشروع ضباط كلهم. بعد عدد من الساعات هم هيشيلوا المسؤوليه. على فكره القائد الاعلى ده كان مكانهم من يمكن من حاجه و40 سنه 76 77 78 كان في نفس الموقع. الهدف من التواصل ده فرق كبير قوي، ان انا غير ينقل رساله وانا انقل الرساله اللي انا عايزها للمختصين مباشره بنبره صوتي بنبره بجديتي. كل هذه الامور بتسيب بصمتها الرئيسيه في الانسان المصري اللي بأعده عشان يقدم روحه لهذا الوطن وقت ما تنقلب روحه ويقدمها. خد بالك هم كطلبه كليات عسكريه شغلهم مشاغل التدريب والعمل العسكري ثم التدريب ثم التدريب البدني والفني والمهاري والعلمي، كل ده واخد وقتهم للنهار. وحياتهم في الكليات العسكريه بتختلف عن المدنيين شويه، ان هم اطلاعهم على كل ما يحدث في الدنيا بقدر محدد اللي ينمي قدراتهم ومهاراتهم واللي ما يكسرش الانسان من داخله، بخلاف وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي اللي ممكن يخرب الانسان من اي حته. انا بديله الحقائق مجرده عشان يشوف الدنيا فيها ايه. صحيح. مصر عندها مشاكل داخليه وخارجيه. هو بينبههم خدوا بالكم انا عندي مشاكل جوه وبره، عندي مشاكل في السكان وعندي مشاكل في حواليا مشاكل، خدوا بالكم. الدنيا ما كانتش شايفانا سنين طويله، بقى من سنه 95 بعد محاوله اغتيال المقام حسني مبارك والدنيا القوه الناعمه المصريه تخلصت. بيقول لهم إيه انا بخرج والدنيا بتشوفنا والدنيا بتشوف القوات المسلحه المصريه في انشطتها العسكريه التدريب المشترك اللي بنعمله بصوره دايمه او التعاون اللي بنعمله مع كل دول العالم عشان يشوفوا مصر بمنهجيتها باخلاقها بقيمها بحبها للسلام للعالم كله. مفيش مصري من داخله يتمنى ان هو يمد ايده على حد غيره، مفيش مصري يتمنى ان هو يعتدي على غيره، ياخد حق غيره. دي تركيبه المصريين اللي اتربوا عليها جوه عقائدهم واديانهم. كل ده لازم وجود القائد الاعلى قدام طلبه الكليه العسكريه الحقيقه
انت طبعا عشان ما عشتش، انا عشتها 45 سنه، فانا عارف يعني ايه اما يبقى القائد الاعلى موجود قدام طاقه الكليات العسكريه وبيكلمهم وجها لوجه ومانع كل التدخلات، يعني سايب العلاقه مفتوحه بين الدارسين وبينه، قولوا اللي انتوا عايزينه ويتكلم ويسمعهم ويسمع مطلوبهم ويوضح لهم اجابات بحقائق كامله. هو احنا بنعمل ايه يا استاذ قوي؟ احنا بنعد الانسان. الانسان هو ركيزتي الرئيسيه. كلام مظبوط. والانسان اللي الدنيا كلها بتسعى لكسره. وعلى فكره عشان ما اطولش عليك، الدنيا كلها مذاكره الشعب المصري ومراكز البحث والدراسه في العالم قاعده مراقباكوا يا مصريين، مراقباكوا رقابه انت مش متخيلها. هي الناس فاضيه لنا كده؟ مراكز البحث والدراسه في العالم قاعده تقيم الانسان اللي هو اللي بيصنع المجد او بيصنع الهزيمه. هو اللي بيبني او يهدم، هو اللي بيعمر او يخرب. طيب على فكره مذاكرينكم المصريين في خمس محطات دايما هفكرك بيهم عشان كل اللي بيسمعوك يدركوا ويعرفوا قيمه الانسان المصري. على فكره ما رسول وصى عليكم من اكثر من 1400 سنه بخير اجناد الارض، مش معناها خير جنود، لا، خير بشر خلقوا على هذه ارض الكره الارضيه. اما من 1400 سنه قال خير اجناد الارض، الدنيا واقفه عند الاصطلاح ده وأريا الاحاديث والقران والانجيل والتوراه أرياه بحقائقها. دي اول محطه. المحطه الثانيه، اما العثمانيين جابوا محمد علي من البانيا بكتبته عشان يسيطروا على مصر، ومصر خرجت وخرج بالاسطول والجيش المصري وعمل اللي عمله باتجاه الجنوب والشرق والشمال لحد جزر المورا والبحر المتوسط. الدنيا قارئه للمصريين في المحطه الثانيه. الثالثه، اما عملت اللي عملتوه في 52 ل 54 وطلبت المستعمر الانجليزي، وافريقيا عملت عملتكم كلها، كل افريقيا اتحررت وقطعتوا العلاقه المتينه اللي بين اوروبا وافريقيا. افريقيا هي الماده الخام لاوروبا وافريقيا هي السوق بتوزيع المنتج الاوروبي. قطعتوا العلاقه. دي كانت المحطه الثالثه. الرابعه، اما المصريين انهوا حلم الامبراطوريه الاسرائيليه اللي اتعمل من 67، انهوا المصريين في 73 والدنيا تتفرج عليهم ومذاكراهم. الخامسه، 2013، اما شعب مصر كسر كل حلم مخطط تقسيم المنطقه، ومصر في المقام الاول على يد الاخوان اللي كانوا جايين يفهمون ان هم جايين يقوموا بالدين عشان بعد كده يعقوا الدنيا ويبوظوها، وبعد كده زي ما قال جورج بوش الابن الحرب القادمه حرب صليبيه عشان الاخوان اللي بيدعوا الدين يبوظوا الدنيا. كل ده لازم يفهمه الانسان المصري ويعرف هو رايح فين. كل ده لازم نعرفه لان اللي قدامك دول السؤال دي هم اللي هيشيلوا المسؤوليه بعد عدد من السنين. كلام مظبوط جدا، كلام مظبوط. 30 يا ابني احنا رايحين لحالنا، ودول لازم يشيلوا المسؤوليه. اللي قبلنا ما راحوا الحرب وقبلوا ربهم، اللي جايين دول لازم يطلعوا احسن مننا. وعلى فكره كلمه اخيره، الزمن انتهى اللي كان يقول لك ما يبقاش في حد احسن مني. لا، كل ما اهل مصر يبقوا احسن من ناجي الكود واحسن من القائد الاعلى والقائد العام رئيس اركان، كل ما يكون موقفنا احنا قدام ربنا مشرف وموقفنا رائع وجميل جدا اذا عدينا اجيال افضل مننا واحسن مننا. اشكرك يا فندم جدا، اشكرك السيد اللواء ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، شكرا جزيلا. بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقعت محافظة جنوب سيناء بروتوكولين للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة البيئة لإنشاء قرية للتراث البدوي في شرم الشيخ وحديقة مركزية بالمدينة. كما بحث رئيس الوزراء مع السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استعدادات استضافة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي للمناخ. من أجل النهوض بمحافظة شرم الشيخ ومواطنيها في مختلف المجالات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون الأول مع وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن دعم محافظة شرم الشيخ في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي. أكد خلاله رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستمرار في دفع عجلة التنمية في منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة.
أما البروتوكول الثاني فكان مع وزارة البيئة بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك تزامنا مع الاستعدادات والترتيبات التي تجري لاستضافة جمهورية مصر العربية للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك سعيا لتطوير مدينة شرم الشيخ لتصبح أول مدينة خضراء مستدامة على أرض مصر. وفي هذا السياق التقى رئيس الوزراء باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأكد خلاله على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ. كما قدم اللواء خالد فودة استعراضا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وتأهيل المدينة لاستقبال السيارات الكهربائية ضمن مشروعات النقل صديق البيئة، والانتهاء من رفع كفاءة المنشآت الفندقية ضمن المشروعات السياحية المتعثرة. هذا وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمجلس الوزراء تناول خلاله مناقشة العديد من الملفات الهامة، منها الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر في ظل العروض المقدمة من الشركات الكبرى. كما استعرض أيضا نتائج انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، مؤكدا أن هناك تكليفا بمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تم الاتفاق بشأنها. وفي مجال الصحة أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة أن مصر نجحت في إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محليا مع استمرار الجهود في التوسع في توفير اللقاح من خلال توفير فرق متنقلة وغيرها. كما أسفر اجتماع مجلس الوزراء عن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وينص المشروع على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها بتنظيم شؤونه طبقا للضوابط الواردة في هذا القانون. الملفات التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء هدفت إلى محاور هامة، منها إظهار مدينة شرم الشيخ في أزهى صورة لها عند استضافتها لمؤتمر تغيير المناخ المقرر انعقاده خلال الفترة المقبلة، وإعداد خطة شاملة لسياسة الحج وضوابط الحجاج واختيارهم وأعدادهم عن طريق إنشاء بوابة إلكترونية مصرية موحدة للحجاج، ووضع حوافز أيضا لمشروعات الهيدروجين الأخضر في ظل اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة النظيفة. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر والذي من المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. أكد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى التي تحتلها استضافة مصر لهذا المؤتمر، مشيرا إلى ما تم عقده من اجتماعات فنية وموضوعية الأسبوع الماضي لمناقشة المسودة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقديمي عن أحدث الأنظمة البحثية في كافة المجالات، والتي من شأنها تقديم الدعم لكافة الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، وناقش عددا من القائمين على الأبحاث المتطورة التي تم تنفيذها، مشيدا بالجهد المبذول في البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة، وما لمسه من الباحثين من فهم واع وإدراك صحيح
لجميع جوانب البحوث القائمين عليها. وفي نهاية الجولة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقائمين على البحوث، وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في ذلك المجال، مشيرا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذي تم تنفيذها على مدار العام البحثي. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر جلسة حوارية ظهر اليوم لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي مع لفيف من النقاد والإعلاميين الرياضيين ومسؤولي القنوات الفضائية التي تبث محتوى رياضي. كما تم خلال الجلسة مناقشة واستعراض مدونة سلوك الإعلام الرياضي التي أعدها المجلس. وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أنه يتعين على الجميع أن يقدم كل الدعم لمنتخب مصر خاصة في مباراتيه مع السنغال يومي 25 و29 مارس المقبلين من أجل صعود لكأس العالم. وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن النقد يجب أن يكون بناء بناء وليس به أي تجريح أو إهانة لأي خصم أو فرد في المنظومة الرياضية. وناقش الحاضرون مدونة سلوك الإعلام الرياضي وطلبوا بالنقد البناء وعدم التجريح الشخصي لأي فرد من المنظومة الرياضية ومحاسبة القنوات الفضائية في حالة مخالفة ذلك. كما طلب الحضور في المناقشات بضرورة الاهتمام بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط، خاصة وأن هناك كثير من الألعاب أو من الأبطال الذين يرفعون راية مصر في كثير من المحافل الدولية. حضر اللقاء عدد كبير من النقاد والإعلاميين والمحللين الرياضيين واللاعبين القدامى. كده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام فقرة الأخبار. بعد قليل أولى حوارات من القاهرة بنتكلم فيه مع حضراتكم عن أزمة الغاز عالميا في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية. بعد قليل ابقوا معنا.